وهو شارع المعز لدين الله الفاطمي بوكالة الغوري بوسط القاهرة، والشارع ده له قصة ورواية، وبتوع الآثار ممكن يحكوا لنا عنه للصبح، وعندها أسئلة كتيرة ممكن توجهها للناس. نحن على أعتاب انتخابات رئاسية ساخنة ومرحلة ساخنة، يا ترى إيه الأسئلة اللي هتطرحها على الجمهور في الشوارع؟ فنبدأ مع لميس سلامة. مساء الخير يا لميس. مساء الخير يا أستاذ معتز. أنا زي ما حضرتك ذكرت أنا في شارع المعز لدين الله الفاطمي، يعني عايزة أقول لحضرتك زي ما حضرتك قلت هو حي شعبي بكل ما تحمله الكلمة دي من معاني. كمان الحي ده بيشغي بالناس، مش بس التجار أو أصحاب المحلات، لا كمان كل اللي ليه حاجة عايز يشتريها بيجي يشتريها. المنطقة دي بتعد من المناطق اللي مليانة حاجات كثيرة متنوعة وأسعارها بسيطة بالنسبة للمواطنين، فتلاقي هنا كل الطبقات بتنزل تشتري حاجتها من هنا، بخلاف الناس اللي بتيجي تسهر هنا على المقاهي، الناس اللي بتيجي تتغدى هنا وتمشي اللي هم الزوار. يعني لو رجعنا لموضوع الحلقة الرئيسي يا أستاذ معتز وهو الانتخابات الرئاسية اللي كل الناس بتستناها دلوقتي ومشغولة بيها، أنا اتكلمت مع ناس كتيرة هنا زي ما حضرتك قلت بمنتهى الوضوح، هم مستنين المشير عبد الفتاح السيسي إن هو ينزل الانتخابات ويرشح نفسه. أنا معايا اتنين هنا من أهل المنطقة، ست أم أحمد وأستاذ خالد عيسى، اتكلمت معاهم ودلوقتي هطرح عليهم أسئلة الحلقة. مساء الخير يا ست ام احمد، انا اتكلمت معاكي من شويه على الانتخابات الرئاسيه اللي احنا داخلين عليها، انت قلتي لي ان انت مستنياها جدا لان انت تعبتي. ايوه طبعا. هل احنا داخلين على انتخابات رئاسيه سخنه؟ اكيد 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 هي سخنه. هقول لحضرتك عشان الثلاث سنين اللي فاتوا عدوا على شعب المصري دوت اكنهم 3000 سنه، شفنا فيه كتير ومفيش من صغيرنا لكبيرنا كلنا مفيش بيت الا ما زعل، مفيش بيت الا ما حزن، مفيش لقمه عيش الا ما الناس معرفتش تاخدها وتاكلها، كلنا تعبنا فعايزين نرتاح بقى، نفسنا الفتره الجايه دي تبقى راحه. استاذ خالد، يعني ست ام احمد بتقولي احنا عايزين نرتاح وهي ست بيت، حضرتك كتاجر يعني شايف الانتخابات الرئاسيه القادمه ازاي؟ لا انا شايف البلد هتبقى فعلا داخل على انتخابات حقيقيه المره دي، لأن الناس بقى عندها وعي من الانتخابات اللي فاتت، فالمرة دي هيبقوا فاهمين وعارفين هيرشحوا مين علشان ما يقعوش تاني في موضوع الدكتور مرسي، محمد مرسي، فهيبقى وعي. وأنا متأكد أول مرة دي هينزل يعني من الشعب 99% هيرشح نفسه، يعني هينزل 99% هيبتدي يدي صوت وينتخب ويقول كلمته. يعني انتخابات المره دي مش هتبقى انتخابات عاديه، يعني انا عايز اقول لك التوابير المدرسه هتبقى جامده، لان في حاجه اللي احنا شفناه في الثلاث سنين كان عذاب، من فتره تنحي حسني مبارك، اتفضل كمل، من فتره تنحي حسني مبارك ليه الاخوان يمسكوا الفتره دي البلد اتدغدغت، المحلات اتسرقت، محلات الذهب اتكسرت، البنوك اتكسرت، يعني اغتصاب بنات، الطرق سرقت عربيات على الطرق. نيجي نبص بقى من الاخوان ما مسكوا لغايه ما 30/6 كان عذاب، كان عذاب، الشعب حس انه خلاص هيضيع هينتهي، فلازم كله هينزل وهيقول كلمته، والكلمه فعلا المره دي هتكون حقيقيه. مين ابرز المرشحين اللي حضرتك شايفهم من وجهه نظرك؟ والله بص يا ستك، هو لغايه دلوقتي ما فيش حد قال انا هرشح نفسي، كله بيقول انا يمكن ارشح وممكن ما ارشحش، لكن انا شايف ان السيد المشير السيسي هو لغايه النهارده الناس بتخطا بتقول ان هو رشح نفسه، لا هو ما رشحش نفسه، ده الشعب بيجبره انه ينزل ويرشح نفسه، دي اراده شعبيه، دي اراده شعبيه، عايزين يقولوا ان هو ينزل، هو لغايه النهارده ما قالش ولا قالها ولا طلبها. حضرتك شايف ان المشير عبد الفتاح السيسي لو نزل هيقلل من فرص المرشحين الاخرين؟ والله انا اتمنى، لان انا ليا تجربه وشفتها لما السيد عمر سليمان قال انا هرشح نفسي وراح ما رشحش نفسه، دي بقى رساله انا بوصلها لسياده الفريق، لسياده المشير عبد الفتاح السيسي. الخطأ الكبير السيد عمر سليمان لما قال أنا مرشح نفسي رئاسة الجمهورية، راح الناس المحترمة والناس الكويسة كلها ما رشحتش نفسها لرئاسة الجمهورية، بمعنى ما كلهم قالوا لا يبقى هو أولى، بمعنى أن لو المشير فحصل أنه هو جه بعد كده
ما كملش الترشيح، ما دخلش الانتخابات، لقينا ظهر لنا في الساحه ناس احنا ولا عارفينهم ولا نعرفهم ولا نعرف حاجه، وابتدينا نبحث ونسال بعضينا كسكان وناس وندور في الجرايد مين هم. حضرتك بتقصد انه لو المشير عبد الفتاح السيسي، المشير انا عايزه لو هو هيرشح نفسه يرشح ويقول كلمه واحده، علشان لو مش هيرشح وهيتراجع يبقى في الحاله دي ما نخسرش مرشحين ناس محترمه تظهر كتير زي ما حصل مع السيد عمر سليمان. يعلن ترشحه سريعا علشان يحسم الموقف، يحسم الامر. طيب هنتقل ليك يا ست ام احمد واسالك نفس الاسئله، مين انت شايفه مين ابرز المرشحين دلوقتي على الساحه اللي ممكن ينفذ؟ اللي هو المشير عبد الفتاح السيسي، ويعني وحمدان صباحي هرشح نفسه، ومين والفريق شفيق، بس يعني تقريبا يعني هو ابرزهم الفريق السيسي. ليه مثلا من وجهه نظرك شايفه ان هو المشير عبد الفتاح السيسي لو نزل هيحصل؟ هو الامل اللي جاي، اللي شعب مصر كله حاطط فيه الامل، احنا كلنا حاطين في امل. احنا احنا عارفين اللي هو في مكانه سادد وكله، بس هو برضو لو بقى رئيس هيدينا اللي احنا عايزينه، هيدينا الامان اللي احنا حاسينا بيه وهو موجود، فاحنا عايزينه وكل شعب مصر عايز هو يبقى الفريق ان شاء الله، يبقى الرئيس المنتظر باذن الله. بشكرك يا ست ام احمد، بشكرك يا استاذ خالد، وعايزه اقول لحضرتك يا استاذ معتز يمكن يعني الراي ده هو راي يعني غالب كتير على اهل المنطقه. انا نزلت هنا بقى لنا كام ساعه موجودين، يمكن كلام استاذ خالد وست ام احمد هو اللي سمعته كتير هنا. الناس ما زالت شايفه في ترشح المشير عبد الفتاح السيسي الامن والامان الفتره الجايه، بيشوفوه من وجهه نظرهم ان هم بطل. هم كمان زي ما استاذ خالد قال بينادوه ان هو يعني يسرع في ان هو يعلن ترشحه للرئاسه ده لو ينزل، علشان يبقى الامر محسوم لو في حد تاني عايز ينزل يبتدي يقول انا نازل، لانه زي ما طرحت عليهم هل هو نزوله هيقلل من فرص المرشحين الاخرين؟ قالوا طبعا، وده بالتالي يعني عايزين المشير يعلن ده قريبا. وده يمكن هنا الوضع باختصار والاجابه على بعض الاسئله اللي طرحناها على اهل شارع المعز لدين الله الفاطمي. يا استاذ معتز شكرا. لميس، باختصار الشعب المصري يبحث عن الامل اللي يخرجه من المشاكل اللي عايش فيها ويطلع بيه وينطلق إلى مستقبل وإلى آفاق أفضل، إلى وضع اقتصادي أفضل، إلى بلد أفضل، إلى المكانة التي تستحقها مصر وسط دول العالم. لميس سلامة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بوسط القاهرة وكالة الغوري، منطقة جميلة جدا لو رحتها تشم ريحة التاريخ وانت واقف.